السلام عليكم. اليوم نروح للمطار تاع هواري بومدين اللي نقف على عملية تاع توصيل المطار القديم والمطار الجديد، توصيلهم بطريقة مباشرة كما نشاهد هنا في الصورة عبر هذا الممر هنا من إذن المطار الجديد، وهذا هنا المطار القديم. إذن نزيد نوضح المسار. هذا المسار يجي من هنا إذن باتجاه إذن المطار بين يعني ليزايروغار نتاع لي دو هنايا، وهذا داخل في نظرة جديدة وهي أنه جعل من مطار هواري بومدين كمنطقة عبور للمسافرين ما بين النصف الشمالي للكرة الأرضية باتجاه النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وخاصة ما بين أوروبا وإفريقيا، وذلك كون أن الجزائر يعني موقع عندها موقع استراتيجي ما بين كما نشوفوا هنا في الخريطة، نشوف أنه الجزائر تقع عندها موقع استراتيجي ما بين منطقة أوروبا هنا ومنطقة إفريقيا هنا، فهذا مهم جدا يصبح مطار الجزائر منطقة عبور ان اوب سكون ابل ان اوب اذن ما بين القارتين. اذن في هذا الاطار اذن يتم تطوير مطار هواري بومدين الجزائر دولي الى مطار تاع عبور ان ترانزيت انترناسيونال ما بين القارتين، وذلك كون انه عندنا المطار الجديد هذا عنده مختص بالرحلات نحو أوروبا يعني نحو الشمال، والمطار القديم هنا المحطة القديمة مختصة بالرحلات باتجاه إفريقيا ودول الشرق الأوسط، وإذن هذا سوف يكون فيه مسافر يقدر يمر من مطار هذا المحطة هذه المحطة مباشرة بدون انتظار. إذن هذه هي التوجه الجديد تاع المطار الجزائر الدولي لكي يصبح مطارا عالميا. وكاين فكرة أخرى اللي كانت مطروحة ومازالها مطروحة، هي أنه هذا المطار الدولي تاع العبور ممكن نديروه في مدينة من مدن الجنوب الجزائري في وسط البلاد مثلا وين تكون مساحة كبيرة وكذا. هذا المشروع هو كذلك مهم جدا ولازم نفكر فيه في المستقبل، لأنه في الوقت الراهن سوف يكلف أموال كبيرة جدا، وبحيث أنه يعني الاكتظاظ طالب على الرحلات باتجاه يعني إفريقيا والطلب على الرحلات اللي تمر عن المطار الدولي الجديد يعني بصيغته الجديدة في الجزائر العاصمة، الطلب غير ما يبررش بناء مطار جديد. لكن هذه التجربة إذا يعني تطورت التجربة وأصبح مطار الدولي الجزائري الحالي لا يكفي يعني طلبات العبور تاع المسافرين عبر المطار هذا، اذا ما كانش يكفي ما نقدروش نديروا مطار جاي كبير. لكن بعد التجربه هذه ممكن اذا كان فيه طلب وتكون فيه اكتظاظ هنا ممكن ولا لا يكون حتمي نديروا مطار جديد ويكون في وسط البلاد، وهو اللي يكون يلعب الدور تاع لو ترانزيت انترناسيونال يعني العبور الدولي من الشمال الى الجنوب او من الجنوب نحو الشمال. يعني هذا امر لازم،
والخطوة اللي لازم تكون قبل ما ندير القاضي، ندير يعني الاوب هذا الفكرة هذه، لابد أن نفتح رحلات من الجزائر باتجاه العواصم الإفريقية. هذا أمر ضروري، إذا ما عندناش رحلات باتجاه العواصم الإفريقية ما نقدرش ندير مطار تاع عبور. إذا باش تكون يعني الفكرة تمشي بطريقة جيدة، باش يكون فيه عبور عبر الجزائر، لابد أن يكون عندنا رحلات نحو يعني عواصم أو مدن كبيرة في إفريقيا. وهذا ما صرح به مؤخرا رئيس الجمهورية، وأكد على ضرورة فتح رحلات جوية بين الجزائر باتجاه العواصم الدول الإفريقية. إذا هذا هو، نكتفي بهذا القدر. نخليكم تتابعوا الصور تاع الافتتاح تاع الممر هذا، الممر ما بين هذه المحطتين. إذا نخليكم تتابعوا الصور، وأترككم في رعاية الله يحفظه، والسلام عليكم.